يوسف. ألو، أنا الرئيس سعيد نسانيسو. نسانيسو؟ وإيه اللي عمل فيك كده؟ وإنت مال أهلك؟ إنت بقى الشبح الحلو اللي خدت الشنطة وخلعت؟ يكون في علمك صاحبك معانا. طب وبعدين؟ وإيه له بعدين؟ انتهبل يالا؟ عايزين الشنطة هادو، عايزين حاجتنا يا إما. هتعملوا إيه يا رئيس نسانيسو؟ هقتله. لا طبعا، لا طبعا، هجيب لك الحاجه. امرني، عايزها فين وامتى؟ قدامك ساعه زمن تجيب الشنطه وترجع لحد هنا، يا اما تقول على صاحبك يا رحمن يا رحيم وابعت لك اللوكيشن على الواتس. لا لا لا، ساعه زمن ايه؟ انا 10 دقايق وهكون عندك يا ريس نسانيسو، ده صاحبي وصاحب عمري. مع السلامه. سهله، عرفت انها سهله. نسانيسو، نسانيسو باين. دسك عليه، دسك عليه، اديله حته من الموزه. كل يا ابن الموزه يا ابن ما يهمكش، يا كل يا يلا يا. انت خوفني بنسناس وانت فاكر ان انت داخل عليا ببيت بول. يا بنت كل حاجه، يا بنت يا بنت كفاياك دايت، يخرب بيت اللي علمهولك. يا سهر، ما جبتش الشنطه وجيت لي يا زفت. طب بص بقى يا نسانيسو، انت شكلك من العيال الخبوقات اللي بيتنططوا ورا الشجر، من الناس اللي هي بتقول وما بتعملش، يعني من الاخر ما بتعرفش. وانا بقى ما بحبش الناس دي، وعشان كده ملكش عندي شنطه، واعلى ما في نسانيسك اركبهم. لا الحمد لله. عارفين اسمها ايه؟ سانفلاور. برافو. وبالفرنش اسمها ايه؟ ايه ده؟ في اخبار عن يوسف؟ سارة، يارا، اتفضلوا يا بنات روحوا العبوا في البسين براحتكم وانزلوا الغويط. شكرا يا بابا. لا لا، العبوا في المراجيح. في ايه؟ الخبر اللي هقوله لكم ده يا جماعه، عايزكم تستقبلوه بصدر رحب زي ما انا استقبلته بالظبط، عشان تقووني، عشان ما نمرش كلنا. في ايه يا سهام؟ ماشي مات. ايه؟ يا خبر اسود. لعبي مات العنصر. يعني ايه يعني؟ اتاكدت انه مات؟ احكي لنا اللي حصل بالظبط. احكي لنا ازاي يا ماما الاسئله دي؟ انتوا صحفيين ولا ايه؟ في ايه يا جماعه؟ معلش يا حبيبي اهدى شويه، ما تعملش في نفسك كده، بالراحه. دخلت المستشفى واخد صاحبي وخرجنا نهيص نملى الدنيا فرحه. انا مش قادر، ده كان زي الورد، كان زي الورد، كنت بتلخبط فيه، عايزه احطه في فازه، كان حبيبي والله. يا جماعة أنا مش قادر، أنا عايز أرجع، مش عايز أقعد في مكان كافية لذكريات مع يوسف. أنتوا لو عايزين تجهزوا الشنط وترجعوا معايا أوكي، لو عايزين تقعدوا براحتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا حسين يا صاحبي. معلش حبيبي، يعني أنت عرفت منين؟ اتأكدت إزاي إن هو مات؟ اتعرفت على الجثة مثلا؟ أنا ما بتعرفش على جثث يا ليلي، أتعرفوا على جثة إزاي يعني؟ هما عاملين خبر في المستشفى. الله يرحمك يا صاحبي، سيبوني لوحدي. يا يوسف. يا سلام يا سلام على سلو. انا سمعت صوت الرصاص بودني. لا اسمعني انت يا سام، وخدها حكمه بقى من الرئيس نسانيسو، الشنطه لو ما جتش بيها دلوقتي صاحبك ده انا هخليك تترحم عليه. وده ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ يا ابني
تعمل حاجة. هخلص من أمك. ولا اوعى اوعى يا استاذ يوسف تكون فاكرني بعتك. لا ده انت خطيب اختي وفي مقام اخويا، يعني ما فيش الكلام ده. بس انا بقى عارف ان انت بتحب تقتل بمزاج رايق، فقلت بقى انا لخمه وخيبه هلخمك وانت بتقتل، قلت هسيبك براحتك. انت مش مصدقني صح؟ فإنا لله وإنا إليه راجعوا. واختار موتى يا أستاذ يوسف صح؟ رد عليا والنبي، أبوس إيدك، اشتمني، اضربني، أعمل أي حاجة، بس ما تقفش تبص لي كده. بصتك دي هتجيبلي سكتة قلبية يا أستاذ يوسف. لا ده جالي اكتئاب امبارح وأنا مش عارف أقابلك، قلت أجيب لقمة خفيفة كلها. فين الشنطة؟ الشنطة؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، فين الشنطة راجل؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.